السلام عليكم. هذا بصل ايراني تصدير ايران، هذا تحميل اليوم درجه اولى جاي من حاليا بربع دينار على المباشر بربع دينار. هذا البصل نوعيه هم ايراني درجه اولى، هذا جنبي 150 دينار. هذا بديت درجه اولى ايرانيه درجه اولى جاي من حاليا 5.5 درجه اولى، 5.5 500 درجه اولى ايراني وبيها تراجع زرع كله ايراني. هذا تفاح هم درجه اولى ايراني واقف ضارب تفاح ضارب، هذا ب 300 دينار وبمجاعي على ربع دينار. تفاح هذا درجه اولى ايراني، راي عندك كيلو بطيخ ايراني، هذا كيلو تعال تعال اصور لي، هذا كيلو درجه اولى ايراني تصدير ايران 500 دينار وجعني. هذا زرع ايراني فتح وكل سنه صار له وكيله. هذا بطيخ هم واقف، هذا بطيخ ب 500 دينار ب 400 حتى ب 350 صار اليوم. الزرع الايراني كله من 500 لربع دينار، كله زرع ايراني ب 500، هذا ب 300 دينار، هذا 500 دينار كيلو ايراني درجه اولى.